السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اللي ما راش مشترك يشترك معنا، وبلا ما نوصي خاوتي لايك لايك لايك. السلام عليكم، اتمنى الجميع بخير. متابعينا الكرام، اعلان ولي عهد السعوديه والرئيس تبون انشاء مجلس الاعلى للتنسيق بين الجزائر والسعوديه راه بدات الثمار تاعها تبان اليوم، لانه بعد ما شفنا كيفاش الجزائر طردت وفد كيان الصوص من الاتحاد الافريقي اللي تخليه متسلل بتواطؤ المخزن، لكن الجزائر طردت الكيان ومنعته باش يحصل على صفه مراقب في الاتحاد الافريقي. اليوم ثاني السعوديه منعت تسلل الوزير كيان الصوص الى السعودية، لانه اليوم السعودية رفضت طلب وزير خارجية الكيان من اجل الدخول الى المملكة لحضور جلسة للامم المتحدة بخصوص السياحة، لكن السعودية اصدرت قرار سيادي رفضت دخول وزير خارجية كيان الصوص، وهو الشيء اللي سبب ضجة كبيرة في اعلام الكيان اللي هاجم السعودية كما كان يهاجم في الجزائر كي طردت الوفد تاعهم. المهم خاوتي، الضربة عند الكيان، لكن ستر راح عند المخزن اللي راه اليوم عنده أزمة سياسية كبيرة بين القصر الملكي اللي يمثله أوزولاي وحزب العدالة والتنمية اللي راه انقلب اليوم ورافض اجتماع قمة النقب بحضور الكيان في المروك الشهر القادم. ألف تحية لرجال الجزائر والسعودية. تحية الجزائر.